السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نعم. السلام عليكم يا خويا، يعطيكم الصحة على الانفيتاسيون وجينا نشوفوا الماتش. الماتش جاز طري بيان، ربحت الكوتيم 1-0 وان شاء الله الصعود ان شاء الله الكوتيم. والاجواء مانيفيك، ريان ادير، تري بون امبيونس، الناس مكناس ما شاء الله، ريان ادير. يعطيكم الصحة، ميرسي بو. الله يبارك فيك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حضري سرعت طالع مرة أخرى، يقف أمام فريق النادي المكناسي في تسجيل الهدف، وهناك بالونات سوداء كذلك. النتيجة المسجلة هدف دون رد لفائدة فريق النادي، ونهاية المقابلة وفوز فريق النادي المكناسي أمام هذه الجماهير التي ترتدي السواد، وكذلك هناك أشرطة سوداء و بالونات سوداء كذلك. إذن هنيئا لفريق النادي المكناسي، ألقاكم في أمان الله. إذن هدف دون رد لفائدة فريق النادي المكناسي، شكرا على المتابعة. إلى اللقاء. وهناك بالونات سوداء كذلك. إذن أنتم على الهواء مباشرة، خاصة بالتصريحات. هنيئا لفريق النادي المكناسي، ثلاثة نقاط، أعطينا التعبير ديالك. الحمد لله، ثلاث نقاط هذه بعزيمة الرجال. بعد ثلاث مباريات متتالية إن شاء الله من الربح، ثلاث مباريات متتالية واخا معاناة مادية، الحمد لله على كل. نتمنوا المزيد من في المباراة القادمة إن شاء الله. شكرا شكرا لك على التصريحات. معنا يعني معنا هداف الفريق فريندي، يعني ثلاثة نقاط، عودة الجماهير إلى الملعب، ماذا تعنيك؟ الحمد لله المباراة كانت
كانت صعيبة الحمد لله جاو جمهور فاندونا وربي كتبنا 3 بوا الحمد لله باقي ان شاء الله. شكرا لك بأمان الله ابن عدي أن لفريق النادي المكنسي بهذا الفوز المستحق. إذن فرحة عارمة لاحظوا معنا لاعبي فريق النادي المكنسي إذن فرحة زويرة اللي غدير هديها إذن فرحة عارمة لاحظوا معنا الحال ان المقابلة يعني على كل حال 3 نقاط يعني هناك هو الراجل. شكرا خويا الحمدوسي تنشكرك بزاف وتنشكرك الجمهور على هذه الفرحة اللي فرحتينا الله يجعل ربي سهل عليك وديما حمد حمدوشي إذا الفرحة عارمة كما تتابعنا مشاهدي الكرام معكم مدرب فريق النادي المكنسي سي الحمدوشي يلا عينا يلا في اللايك دابا سي حمدوشي واحد دقيقة إذا كاين سي حمدوشي نتائج مهمة صوتك كان قليل في المباراة التي خدتموها مع فريق مريرت الآن نريد الصوت مرتفع إرضاء للجماهير 3 نقاط لفريق النادي المكنسي هناك لمسات متميزة ما هي الأفق المستقبلية لفريق النادي المكنسي أمام هذا الحضور الجماهيري النادي المسار ديال المسار تحقيق النتائج انتصار نتائج ايجابيه الحمد لله سالنا هذا الشيء هذا 3 انتصارات و3 مقابلات متتاليه كلشي نزل قائما بالنسبه لورقه الصعود الثانيه غادي ندافعوا على الافق ديالنا والحضور ديالنا الطموح ديالنا اخر غمض كاينه جهود باش ان شاء الله تحل المشاكل الماديه بالنسبه للفريق كاينه خدمه من جهه من جهه المسير والناس المهمين الناس الفعاليات المهمه اللي كاينه في الكنيس غادي نواصلوا ان شاء الله الاستعدادات والجهود والخدمه من اجل التحقيق ان شاء الله الماتش اللي عندنا ان شاء الله الناظر مع احترام الخصم كباقي المقابلات اللي خدنا سواء اللي كتحصل المرات المتقدمه ولا المتاخره كنوجدوا بواقعيه لاي مقابله واي مقابله من خلال الوقت اللي كنجمعوا على الفريق الخصم كنحاول ندير واحد الخدمه اللي ان شاء الله تجعلنا اننا ننتصروا على ذاك الفريق الحمد لله كاين تجاوب ما بين اللاعبين ومنتخب المسير هذا الشيء كيشجع على الخدمه وكنشكر كل من جاء للمسير ديال السيود وخاصه الرجاء ديال الرجال المدرجات من اجل مسانده شكرا لك. إذن بالنسبة الحمد لله اللي على هذا الانتصار وعلى هذا العودة ديال هذا الجمهور اللي كنا كنتمنوا شحال هذه باش يعود للميادين باش يعطي الارتقاء لهذا النادي العريق اللي عنده سمعه كبيره فمني كتسمع القدم في وسط المغرب كتسمع القدم كتسمع شي حاجه اللي هي كتخلع شي حاجه اللي هي ماسه كنتمناو ناض الجمهور باش يبقى يناضل مع هذا النادي ويناضل معاه الى حتى النهايه ديال الموسم ومع هذا المدرب القدير اللي ود البرج وكنعتزوا به كاملين ان شاء الله كم كنسى كم كنسى براو ولاد البرج وعز بينا ولاد البرج العز إذن كلنا مكنسيون كلنا مغاربة إذن ألقاكم مشاهدينا الكرام بعد هذه التصريحات وهذه الأجواء ونترك الفسحة للشباب وكذلك للأطفال للجيل الصاعد إن شاء الله والذين سوف يمثلون مدينة مكناس في كل المحافل إذن الآن نترك الفرصة ل
رجال الغد، ألقاكم في رعاية الله، إلى اللقاء. هيا الله هيا الله. اهلا وكذا صباح على ديالك مزيان الله ينورك اهلا خويا الله يحفظك الله ينور إذن هذا ما يتمناه الجماهير من طريق الحال طالع مرة أخرى يقف أمام فريق النادي المكناسي في تسجيل الهدف وهناك بالونات سوداء كذلك
وسهلا ومرحبا. اذا هدف رائع لفائده فريق النادي المكناسي. هذه للجماهير التي عادت وعادت باللون الاسود. اذا هدف كما كان العديد متوقع بان هناك نتيجه سوف تكون هدف لصفر لفائده فريق النادي المكناسي. يتحرر الان فريق النادي المكناسي نسبيا خلال هذه المقابله بتسجيل الهدف الاول. وسوف نعطيكم اسم مسجل الهدف. أربعة اللي كنسجل ديك الساعة. إذن رشدي يفعلها، إذن رشدي يفعلها مرة أخرى كما فعلها في المقابلة السابقة هنا بالملعب الشرفي عفوا هذا فأل إن شاء الله بالنسبة للملعب الخطاطيف للحضرة الإسماعيلية المكناس. إذن أرقم أربعة يسجل الهدف الأول لفائدة فريق النادي المكناسي. هدف سوف نعيده أكثر من مرة هدية للجماهير التي عادت وكذلك لعشاق كرة القدم داخل المملكة وخارج منها. إذن هدف دون رد لفائدة فريق النادي المكناسي. نسجلوه بعد عاكم يلا. تنطلب الحمد لله تنطلب من تنطلب من جميع المكتب المسير. سي بون. السلام عليكم يا خويا، يعطيكم الصحة في الانفيتاسيون وجينا نشوفوا الماتش. الماتش جاز طري بيان، ربحت الكوتيم 1-0 وان شاء الله الصعود ان شاء الله الكوتيم. والاجواء مانيفيك، ريان ادير، تري بون امبيونس، الناس مكناس ما شاء الله ريان ادير. يعطيكم الصحة، ميرسي بو. الله يبارك فيك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.